نستمر في موضوع الغرق، حيث غرقت مزارع الحنطة في محافظة ميسان كذلك، وهناك خسائر تقدر بالملايين. دعونا نشاهد. الحمد لله هذا الزرع كله فايض، زرع الهدام، زرع منطقة الهدام، داخل حوض النهر، داخل حوض النهر كله فايض، كل الزرع داخل الحوض كله انتهى، كله فاض، هاي على طول الهدام. شو الزرع طالع بس السنبيل، ما شاء الله ما شاء الله. هاي من الشذيرية وانت نازل على طول الشاط، وانك زرع داخل حوض النهر